أعلى من الجيدة للأمانة، يعني حجم 60، وزنه أثقل فرن جانا على مدى 7 سنوات، وزنه جدا ثقيل. يجي دبل جامع، هذا يضمن لنا عزل أكثر واختصار للوقت. المحتويات مالته أول شيء خلينا نشوفها وياكم سوا. صينية هاي جوا أساسية، شوكو زيت، شوكو فتات أثناء الشوي يوقع هنا عندنا، صينية ثانية للشوي، صينية ثالثة للشوي. هاي الصينية نستخدم القلاية الهوائية، لأن هذا يشتغل أيضا عندنا اير فراي، ممكن نستخدمها كقلاية هوائية. هاي الصينية للشوي للتقديم، لأن بيها رجلين جوا. شفتها شواية دجاج متحركة، هاي دوارة نفس مال المطاعم، مروحة داخلية، وعندنا الإنارة. أول ما شغلها تشتغل عندنا الإنارة. الاوبشنات مالته عندنا فوق تايمر الوقت، شانل الثاني عندنا هيتر فوق هيتر جوا هيتر فوق جوا، وعندنا الاير فراي هي قلاية هوائية. بنخلي على هذا الاوبشن كل اكله عندنا، دجاج، سمك، كيك، بيزا، لحوم، بها وقت وحرارة معينة نختارها. هنا حرارة والتايمر هذا الوقت، كل اكله بها حرارة وقت معين نختارها، بنخليه على هذا الاوبشن. عندنا هذا الكيك عندنا يشتغل مثل المايكروويف بنظام التذويب، هنا اي اكل جامد ممكن نذوبه بكل بساطة، هذا الاوبشن مالته. عندنا يشتغل فواكه مجففة، وعندنا خيار كلش مهم كيبورم، بنخلي على هذا الخيار يبقي عندنا الاكل حار بدون شواء، راح يختار هو نمط معين المروحة والحرارة، يبقى الاكل عندنا ساخن بدون ما يزيد من نسبة الشواء مالته. عندنا الشانل الاخير ممكن نشغل المروحة او الشواية الدوارة مال الدجاج او الشواية والمروحة مال الدجاج، والاخير التايمر مثل ما شفناه وياكم سوا. هذا شكله، حجمه 60 لتر، ظهر مالته غلاف مالته تحفة طبعا، مثل ما قلنا وزنه جدا ثقيل، يمكن اثقل فرن العفو اجانا، كامل مكمل مثل ما يقولون. راح نقدمه بسعر 135 ريال.